إعادة هيكلة البنية التحتية الرياضية وإحداث دور الشباب ببعض الأحياء بمدينة الدار البيضاء للنواب المحترمين محمد اليوسفي، نور الدين الأزرق، محمد السالمي، محمد حدادي، إدريس الكيسي، حماد أيتبها، بوعزة المرامي، أحمد بريجا ومحمد الحمامي من فريق التجمع المعاصرة، فليتفضل أحد السائلين مشكورا. سيدات والسادة الوزراء، إخواني أخواتي النواب المحترمين، مواكبة لما تشهده مدينة الدار البيضاء من تزايد عمراني وكثافة سكانية هائلة بالعديد من مناطقها وأحيائها، وفي إطار تعزيز البنية التحتية الرياضية من ملاعب ودور الشباب نظرا للخصائص المسجل خصوصا بدائرة الحي الحسني، ونخص بالذكر حي النسيم لتسفع الحي الحسني والمناطق المجاورة لهما بما فيها من جماعات دار بوعزة وبوسكورة. نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، هل من إجراءات وتدابير استعجالية من شأنها تعزيز وإنشاء وخلق فضاءات رياضية وشبابية بالمناطق السالفة الذكر؟ ما أحوج هذه الفئة العمرانية إليها؟ شكرا سيدة الوزيرة. الكلمة للسيدة الوزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، أشكر في البداية السادة النواب المحترمين على اهتمامهم بالتجهيزات الرياضية وكذلك الشبابية والتي توليها وزارة الشباب والرياضة كل العناية نظرا لدورها الأساسي في تنشيط وتطوير الممارسة الرياضية. وجوابا على سؤالكم الذي تفضلتم بطرحه، أخبركم أن التجهيزات الرياضية التي تتوفر عليها بلادنا موزعة بين ما هو تابع لوزارة الشباب والرياضة وهو ما تابع للجماعات المحلية أو قطاع التعليم أو القطاع الخاص أو غيرها من القطاعات. وبخصوص المركب الرياضي لحي الولفة وملعب لساسفا اللذين وردا في سؤالكم، فهما تابعين للجماعات المحلية التي تشرف عليهما بشكل مباشر، كما أن إنجاز دور الشباب وكذلك ملاعب الرياضية يعد من اختصاصات الجماعات المحلية والهيئات المنتخبة، في حين تقوم الوزارة وزارة الشباب والرياضة بتجهيز وكذلك بتأطير هذه المؤسسات. وفيما يتعلق بعمالة مقاطعة الحي الحسني وخاصة حي الولفة وكذلك لساسفا والحي الحسني وحي النسيم، فإنها تعرف إنجاز عدد هام من المشاريع الشبابية وكذلك المشاريع الرياضية والمبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك على الشكل التالي: فيما يخص حي لساسفا، هناك إصلاح وتجهيز ملعبين للقرب، هناك كذلك إصلاح ملعب البلدي ديال لساسفا، هناك كذلك توسيع دار الشباب لساسفا وتجهيز خشبة مسرح دار الشباب لساسفا، هذا بالنسبة لساسفا. ما بالنسبة لحي النسيم، هناك إصلاح وتجهيز 3 ملاعب القرب، بناء وتجهيز دار الشباب ديال حي النسيم. فيما يخص حي الحسني، هناك بناء وتجهيز دار الشباب حي حسني، إصلاح وتجهيز نادي النسوي حي حسني، إحداث حضانة بالنادي النسوي حي حسني، إصلاح ملعب كرة القدم بحي الحسني. وأخيرا فيما يخص حي الولفة، هناك بناء وتجهيز دار شباب بحي الصفاء تبع الولفة. وتبقى الشراكة مع الجماعات المحلية هو الحل الأمثل لتقوية وتعزيز البنية التحتية وكذلك البنية الرياضية لضمان توزيعها على مختلف مناطق المملكة، دون أن ننسى الإشادة بالتعاون الذي تبديه عمالة ومقاطعة حي الحسني في هذا المجال. وشكرا. شكرا سيدة الوزيرة. الكلمة لأحد السائلين من تجمع والمعاصرة في دقيقتين و12 ثانية. شكرا سيدة الوزيرة على جوابكم وشكرا على ما أوضحتم لنا، ولكن أنا أقول سيدة الوزيرة ما زال هذا العمل ما زال خص تزيدوا في الجهد ديالكم، لأن الجماعة أو المقاطعة ديال الحي الحسني ربما أكبر مقاطعة على مستوى الدار البيضاء. يعني الإحصاء ديال 2003 كان 367,000، حاليا كاين 385,000، 2010 2011 كاين 420,000، أكبر من موريتانيا. باش نهضروا الان نعرفوا المقاييس ومن دور الشباب ومن يعني والمناطق الرياضيه
كيفاش يعني كيفاش الاطروحه ديالها عندكم في التصميم هي؟ لان الحي الحسني 14 كيلومتر مربع اللي تزادت فيها حاليا اليوم 14 كيلومتر مربع اللي تزادت في الحي الحسني. دار بوعزة الان كتساوي على 140 على 140 كيلومتر مربع. نفس المشكل، ولكن بما فيه هذا الشيء اللي كتقول لنا مرحبا وكاين موجود وكنتمناو باش يكون ان شاء الله يكون هذا يكون عندنا هو الامل ديالنا للشباب. انما اللي كان مطروح هذا راه ديال 95 ديال يعني سنه 95، اما 2009 و2010 شنو هي الاجراءات اللي هي الان حاليه اللي موجوده للشباب؟ لان تزاد الدواوير كثيره، واحد 25 ولا 20 دوار اللي تزادت دخلت في الحي الحسني، الان اصبحت اكبر مقاطعه في الدار البيضاء ب 420000 430000. وهذه المشاريع اللي كتقول لي كلها جايه من 95 وما زالت عشان المشاريع اللي موقوفه بحال العين النسيم ما زالت الى يومنا هذا. من 94 دار الشباب باقا واقفه بلاصتها، الملعب باقي في 94 باقي واقف بلاصتو. هذا هو اللي كنقولوا، بغينا واحد الدعم من السيده الوزيره وفات من قوه السيده الوزيره باش ديري واحد جوله استطلاعيه لهذه المناطق، وانت كتعرفيها كنحزن منها، فانا كنبغي انك تبرمجي لها واحد استطلاعيه باش تعاوني هاد الشباب وهاد الشابات لا في اطار الرياضه ولا في اطار ولا في اطار الثقافه. وشكرا سيد الوزير. شكرا السيده الوزيره. في بعض الثواني قليله 18 ثانيه بغيت ناكد للسيد النائب المحترم على ان وزاره الشباب والرياضه هي على اتم استعداد لمواكبه مشاريع كتهم الشباب في مجال الشباب والرياضه. بغيت ناكد كذلك على ان شبكه دور الشباب اللي كتسهر عليها وزاره الشبيبه والرياضه كتفوق اكثر من 400 دور شباب، وكاين واحد العدد تاع دور الشباب اللي حاليا بدون مؤطر نظرا لدقاله العنصر البشري، وكذلك الحصول على يعني اناس اللي سهروا بالطريقه اللي احنا كنأملوا لها بالنسبه لهاد دور الشباب، وبالتالي وعي كل وعي بالنسبه لحي الحسني بالنسبه للولفه بالنسبه لساسفه، وكنأكد على ان اتم استعداد لمواكبه المشاريع ديالكم.